باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، زاد البخاري في رواية: ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فمر على النساء فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك من نقصان دينها. وتكفرن العشير، أي تجحدن إحسان الزوج للب، أي لعقل الحازم الضابط لأمره.